وحول هذا الموضوع أكد الكاتب الصحفي أسامة الماجد في نشرة سابقة، أكد أن الممارسات القطرية تجاه مملكة البحرين تجاوزت القوانين ومبادئ حسن الجوار. مشكلة قناة الجزيرة القطرية اعتقادها يعني دائما أنه بالأباطيل والافتراءات ودفاع المجرمين والإرهابيين ستؤثر على البحرين وستنال من سمعتها وريادتها في مجال حقوق الإنسان، ولكنها محاولات يائسة بالفعل من وكر إعلامي حقيقة لا يمكن وصفه إلا بالانحطاط. لماذا تستمر قناة الجزيرة في الافتراءات على البحرين؟ مئات التقارير الكاذبة والأخبار الملفقة وأجندات عدوانية دخيلة على مبادئنا وتنتهك قواعد الأخوة الإسلامية وحسن الجوار، وكما نشاهد تسعى بشكل ممنهج إلى زعزعة الأمن والاستقرار والمساس بوحدتنا وهويتنا الوطنية، وكذلك تزوير الوقائع وبث الشائعات والتقارير المغلوطة والدعايات الجامعات والتنظيمات الجهامية، علاوة على إنتاج الأفلام التي تشعل الفتنة الطائفية وتوفر البيئة الحاضنة لإرجاع أعمال التخريب والإرهاب في البحرين. حقيقة كل ذلك يؤكد وأنا على يقين مدى عقدة النقص والفشل من مسيرة مملكة البحرين وانجازاتها في مختلف الميادين، وليس هناك تفسير آخر.